دول الخمس زغاليل اللي احنا بنزغطهم بقالنا يومين، زغطناهم يومين وهنزغطهم النهارده ثالث يوم. تعالى نبدا التزغيط. اول حاجه هنعملها هنحط عليها في الدجاج اللي هو ده 23% اللي ما كانش معانا في الفيديوهين اللي فاتوا، نحط كوبايه زي دي وعليها 3 كوبايات ميه. النهارده هنزود الكميه، هنخليهم كوبايتين و6 كوبايات ميه، نحطهم يتخمروا. كبرنا العبوه اهو اللي بنخمر فيها علشان طبعا الزغاليل بتكبر وتحتاج ميه اكتر. بعد ما حطينا 6 كوبايات ميه على الكوبايتين، يعني كل كوبايه من العلف ده بنحط عليها 3 كوبايات ميه. طبعا لان العلف بيمتص ميه كتير يا جماعه، اللي ما كانش معانا برضه اللي ما كانش معانا ما شافش اللي بنستخدمه، سرنجه، سرنجه التاكيل دي، سرنجه القسطره اهو، سرنجه 50 سنتي بتتباع في صيدليه بشري ب 5 جنيه، ما بتتباعش معاها سن. يعني الفيديوهين اللي قبل كده. طيب النهارده احنا مش هنوزن الزغاليل علشان في موضوع مهم جدا. في واحد قال لي ان هو التاكيل اليدوي مش بيجيب نتيجه، التاكيل اليدوي بيكون مساعده بس. طب امال الناس اللي شغاله في الميكسات ديت بتباعوا لمين؟ بتباع من ده يا جماعه كميات كبيره جدا وانواع كتيره جدا منتشره في مصر وخارج مصر. في ناس بتشتري المستورد الكيلو ب 600 جنيه، ايوه كيلو ب 600 جنيه، يعني الناس اللي بتعمل لنا هنا دي كتر خيرهم بيعملوا الميكس ده باسعار رخيصه، بس طبعا هي غاليه علينا احنا برضو لان احنا بنبيع حمام رخيص او برضو بنعمله للذبيح فبيكون مكلف علينا. طيب في ناس يقول لك ان هو مش بيجيب نتيجه، هقول لك مش بيجيب نتيجه معاك ايه اللي يخلي التاكيل اليدوي ما يجيبش معاك نتيجه؟ اقول لحضرتك لو زغاليل صغيره مثلا في السن ده وانا خدتهم في البرد ده من اهاليهم اكلهم يدوي، ما ينفعش هيبردوا مني من الجو البرد ده ويموتوا حتى مهما اكلتهم. هم لازم لو هساعدهم اساعد وارجعهم تاني لاهاليهم. ويفضل يفضل انا بعمل العلف، انا بعمل العلف عشان اوفر، مش العلف احسن حاجه، علف الفراخ مش احسن حاجه، احسن حاجه الميكس ويكون نوع كويس، احسن حاجه انك تشتري ميكس. لكن مش العلف، مش معنى ان انا عملت علف ان هو احسن حاجه، انا قلت لك ارخص واسهل، هو ارخص حاجه لكن كمان الميكس اسهل منه كمان، لكن هو العلف ارخص حاجه، ارخص حاجه بنقدمها للزغاليل، لكن ما ينفعش لزغاليل صغيره لانه صعب الهضم زي ما قلت قبل كده. وكونك انت بتحط علف وممكن تحط الميه بتاعته قليله، ما حطيتش كميه الميه اللي انا بحطها دي، مش هينفع، الزغاليل ممكن تموت، الاكل هيحجر فيها. شوف حضرتك ده تاكيل اهالي، اه لازم يكون الاكل كده. انت حتى لو تاكيل الاهالي مش ساقين ميه كويس لازم تمشي تسقي ميه، ده ازوده شويه ميه كمان، لازم تسقيه ميه شويه كمان، ما تخليش الاكل محضر في اي زغلول انت ماكله او الاهالي ماكلها، تلاقي الزغلول يكبر. حاجه كمان، انا باكل علف تمام، استخدم نص قرص خميره في الاعمار اللي هي زي كده يا جماعه، يومين او ثلاثه نص قرص خميره. على فكره الخميره دي رجعت تاني اللي كانت ممنوعه، الخميره راس الخميره دي ما كناش بنلاقيها من ايام ما كانت ب 9 جنيه اتمنعت، يمكن انا اخر مره جبتها ب 14 جنيه افتكر حاجه كده يعني، بس هي بقت متوفره يعني ب 14 جنيه بس في 60 قرص. عارف 60 قرص يبقى القرص بقى بكام؟ اقل من ربع جنيه، فدي انت هتدي لكل زغلول نص قرص. وهقول لك برضو الميكس انا بستخدمه في ايه؟ انت بتقول لي يعني انا قلت لك ان انا مش بعمله للحمام اللي هيتذبح عشان اوفر، تمام؟ فانا بستخدمه في ايه؟ يعني زغاليل في العمر ده مش عايز اديهم علف او اربيهم، مش ما ينفعش اديهم علف، فبسيبهم مع الاهالي. انا محضن ده دولي تحت اللحم، الثلاث زغاليل دول الاثنين دول اخوات بسم الله ما شاء الله، اللحم هم فاقسين في يوم واحد، بس الزاجل ده زغلول زاجل ضايع في وسط اللحم، شفت الفرق؟ ده عمر 7 8 ايام كده تقريبا، الاعمار دي 7 8 ايام بس ما شاء الله، ده حاجه وده حاجه، شفت الزاجل فرق من ده من ده كانه ابنهم يعني، تمام؟ فهو انا ساعد الزغلول الثالث ده كتر خيرهم ان هم مطلعينهم، فهقسم القرص نصين بالشكل ده واعطي لكل واحد نص، تمام؟ انا زي ما قلت لك قبل كده انا كنت بعمل ايه؟ يوم الثامن والتاسع والعاشر بعطي نص سنتي فلاجيل للزغلول اللي زي ده لمده 3 ايام، باجي في اليوم ال 11 و 12 وممكن 13 يومين او ثلاثه واعطي نص قرص خميره بعد الفلاجيل، لان زي ما قلت قبل كده ان الفلاجيل اللي بيقضي على البكتيريا كلها النافعه والضاره، فاحنا بنعمل كده علشان نرجع البكتيريا النافعه مره ثانيه. خلاص يبقى دي حاجه عرفناها. كمان في حاجه التاكيل اليدوي، اذا حضرتك اللي هو لو بالعلف حضرتك هتسمن وتاتي بالخلطه اللي هي العلف اللي احنا عملناه ده، لو الميه قليله هيحجر فيه الاكل ويموت، لو ما تابعتوش تاني في بعض زغلول ما بيهضمش العلف، انا عشان كده قلت لك لو الزغلول هضمه مش كويس لازم تمر عليه مره ثانيه مرتين في اليوم، المره الثانيه لو الزغلول ما هضمش الاكل اسقيه ميه بس، لو هضم الاكل تزغطه كمان مره في اليوم. الاهالي بتاكل كذا مره مش زي ما انت شايفها، الاهالي بتاكل كذا مره عشان كده الزغلول بيخس معاك وما بياخدش ايه حجمه الطبيعي. ليه بقى بتقول لي ان الاهالي بتطلع زغلول افضل من اللي انت بتاكله؟ لان الاهالي كمان بتاكله اكل دافي وبيبقى زي حليب الام، تمام؟ وان هي بتراعيه كل شويه وبتدفيه، بتخلص وترقد، والافضل كمان ان انت لما تاكل ترجعهم لاهاليهم تاني، ما تفطمش دول الوقت، وخصوصا ان احنا في الجو البرد ده، ده ما يفطمش، ده يرجع الاهالي تدفيه، يرقدوا عليه بيدفوه. هو ده الموضوع بتاع النهارده. الزغاليل اللي انا بزغطها بقالي كذا يوم احط لها برضه خميره النهارده، لان انا شايف فيهم بعد زغلول ما بيستجيبش فعلا زي ما انت بتقول، فيهم بيستجيب وزاد جدا وفيهم تحس ان هو ما زادش.
دول الخمس زغليل زي ما قلت لك، فيهم زغليل بتستجيب بتكبر فعلا. لما تيجي تبص على زغلول هتلاقي بسم الله ما شاء الله حجمه مش تقدرش تمسكه بايد واحده، عايز تساعد بالايد الثانيه تيجي تشيله يقع من ايدك اهو. بسم الله ما شاء الله، الكاميرا مش هتبين كويس لكن هتعرف لما تمسك الزغلول في ايدك اهو. انا عايز كمان اقصى استجابه، انا ما قلتش هوزن دلوقتي، هوزن في الاخر خالص اليوم اللي هذبح فيه، هوزن لك وهو جعان قبل ما اذبحه، وهوزن لك طلع فيه قد ايه لحم، علشان في فكره كده بنفكر نبيع مذبوح بالكيلو، بنفكر نبيعه بسعر كيلو اللحمه. طبعا الحمام المفروض يكون اغلى من اللحمه. هناتي بقى اللي هم الخمس فروض، خمس انصاص خميره زي كده، علشان اللي ما بيستجبش او اللي ما بيهضمش يهضم، خميره هتفرق معاه. بسم الله ما شاء الله مش عارف امسك الفرد، اللهم صل على النبي. اللي ما رباش لحم يا جماعه مش هيعرف اللي انا بقوله ده، مش هيعرف. ده فرد من اللي ما بيستجبش كويس، شوف لو شفت هتلاقي فيه اكل بايت فيها حصلته. اما الفرد الكبير اللي هو هضم اللي استفاد هتلاقي الحصله مش محجره كده، علشان كده انا بقول لك في فرد يستجيب وفي فرد مش هيستجيب للتاكيل، يعني مش هيستفاد منه حاجه. حطناهم الخميره، وطبعا زي كل يوم هنحط الجروفيت بلس برده تمام. لكن قبل ما نعمل انا هقول لك ده الفرد اللي هو كان صغير ده، اللي هو مع التالت بتاع الزغاليل دي اهو. انا دايما مستعد بالميكس، لازم يكون ميكس عندي او عملته في البيت. طبعا اللي ما يعرفش يعني ايه ميكس، الميكس هو حبوب مطحونه، حبوب من الحمام بياكلها مطحونه ومضاف عليها اعشاب وخمائر وادويه. هو ده شكل الميكس، بودره كده باودر زي ده، حبوب مطحونه بالشكل وعليها خميره وعليها ادويه. فطبعا كل واحد له الميكس بتاعه، كل مصنع بيعمل ميكس هو محتفظ بالسر لنفسه. فبتحط كده، وطبعا نسيت اقول لحضرتك ان اهم حاجه برضو في الميكس او في التاكيل اليدوي، ان حضرتك لو استخدمت ميه دافيه، خصوصا في الفصل الشتاء اللي احنا فيه ده، لو استخدمت ميه دافيه بتفرق مع الزغاليل، الزغاليل ما بتبردش منك وحجم الزغلول يزيد اكتر، غير ما تستخدم ميه بارده. انا هضغط الزغلول اللي هو الصغير ده، ولو في حاجات انا بحضن ثلاثات كده مع بعض، لو في اي حاله زي كده بضغطها برضو. لكن الزغلول الصغير اللي زي ده ما ينفعش طبعا نستخدم معاها السرنجه الكبيره دي، لا دايما يكون عندك السرنجه اللي هي سرنجه، اي سرنجه عاديه صغيره 3 سم 5 سم 10 سم او 20 سم بتستخدم معاها، يكون المبسم السيليكون ده مهم جدا. المبسم السيليكون ده شوفوا يا جماعه هو ازاي طري جدا كده عشان ما يجرحش، ينفع حتى للزغلول اللي هو من عمر يوم، لو الاهالي سابوه وطارم بتعرف تتصرف، يكون عندك الميكس ويكون عندك المبسم السيليكون ده. انا بنجيب لك كل حاجه اهوت. طيب بتحط شويه ميه دافيين على الميكس، وطبعا كل ما يكون خفيف يكون افضل، وتقلبهم كويس جدا جدا، ما تخلوش تقيل يا جماعه. في الاخر برضو اقول لك مفيش افضل من تاكيل الاهالي، الاهالي السليمه طبعا، الاهالي ما تكون سليمه والزغاليل سليمه هيطلعهم زغلول كويس. لكن في مشكله، احنا بنحط ثلاثة كده مع بعض بس بنساعدهم، لما يكونوا مش قايمين بالثالث او هم مش نوع واحد زي دول، فاثنين هياكلهم الزاجل مش هياكل ده، الزاجل في وسط اللحم ضايع جنب اللحم. فطبعا بنساعده كده ونساعد اي حاجه زيه بنفس الشكل كده. بقول لك المبسم السيليكون ده السحر، لازم يكون عند كل غاوي، تشتري ب 5 جنيه من عند اي حد بيبيع الميكس او في اسواق الحمام، او يعني البيطري اللي بيبيع مستلزمات الحمام، لان في بيطريين متخصصين في الحمام يا جماعه وادويه الحمام مش بتوع الفراخ يعني. فبنسحب اهو، وعلى قد ما الزغلول ياخد يعطيه. مبسم السيليكون حاجه سهله جدا اهو. وبعدين بنخلص دول ونحطهم لاهاليهم طبعا على ما العلف بتاع اللي هو التسمين. باكد تاني الزغاليل دي انا هذبحها، اللي انا باكلها دي العلف مش دول، الزغاليل الكبيره انا هذبحهم، فعشان كده انا باكلهم علف مش هربيهم للتربيه. ما تاكلش علف، لو هتربيهم ما تاكلش علف. وطبعا هي السرنجه دي عشانها 3 سم فانا استخدمت كذا واحده، لكن ممكن تجيبها 20 سم يعني. فالزغلول بسم الله ما شاء الله كال اهو بالميكس ده، اللي هو الافضل حتى للزغاليل اللي هي الكبيره اللي هتتذبح ويجيب نتيجه معاها كمان احسن من العلف. لكن زي ما قلت لك هيكلفك كتير، لو عايز تعمل بالميكس ده هيجيب معاك نتيجه كويسه، وتستخدم معاها ميه دافيه وضغط مرتين في اليوم، لكن هيكلفك اكتر. فهي عشان هي زغاليل ذبيح انا بستخدم معاها العلف، علف الفراخ. طيب الزغاليل دي هنرجعهم للاهالي بتاعتهم. انا بحضن ثلاثات دايما اهو، في ثلاثه برضو لاي سبب، في بيضه فارغه بضم الثلاثه مع بعض، في اهالي سابت البيض ومشت فبحط مع نفس، المهم يكون هيفقسهم في نفس الوقت. دول ثلاثه هم بسم الله ما شاء الله، ومع زغليل مع الحمام اللحم، الحمام اللحم قايم بهم باذن الله. فات حوالي من 15 ل 20 دقيقه، طبعا هنضيف اللي بنضيفه كل يوم جروفيت بلس، العبوه الصغيره اهو اللي بنضيفها على الخلطه، خلطه التاكيل تمام، لان احنا زودنا النهارده كميه الخلطه اللي عملناها، عاوز يجيب معاك نتيجه مرتين في اليوم، بس اتاكد ان هو هضم الكميه الاولانيه. همشي زغلول لقيت زغلول هضم وزغلول ما هضمش، اللي ما هضمش اسقي ميه، واللي هضم اعطيه كميه كمان ضغطه تاني، اللي هو هضم الزغلول اللي هضم هنقلبها، وتاكد انك بتقلبها كويس لحد ما تدوبها خالص. فات كده تقريبا 20 دقيقه مش 15 دقيقه زي كل يوم، كل ما تقعد اكتر كل ما تكون افضل. وهبدا اضغط طبعا ما عدتش هصورهم بقى خلاص،
الا اذا اليوم اللي هاخدهم اذبحهم فيه هصورهم لك قبل الذبح على الميزان وهم على بوعهم، وهوزن لك الزغلولين طلعهم لحم قد ايه. زي ما قلت لك يمكن نفكر ان بعد كده نبيعه بالكيلو تكون فكره حلوه، زي ما اللحمه بتتباع كده يطلعهم الزغلولين زي ما يطلعهم يتحطوا في طبق ويتباعهم بالكيلو. ونبدا نضغط الكميه الخمس زغليل اللي معانا، هنشبع عن كل يوم لان الحصله طبعا اتسعت عن الاول. بس زي ما قلت شوفوا المره الثانيه لو ما هضمش اسقي ميه، بس اللي هضم اكله ثاني اسحب واعطي واحد ثاني. الزغلول الكبير ياخد اثنين من دي. اللي بيقول لي كان في حد بيعترض زمان بيقول لي ان واحده كتير سرنجه كبيره، لا انا بقول له اثنين بتاخد اثنين كمان مش واحده. بسم الله ما شاء الله زغلول اللي بيقول ما بيجيبش نتيجه، الزغلول فرق جدا يعني في يومين، وده الثالث. بس هو الزغلول التعبان هو تعبان مش هيجي معاه نتيجه. يعني انت تجيب زغلول مريض وهتاكله هيموت، هو مريض مش جعان، هو مريض. لازم يكون الزغلول سليم علشان يستجيب للتاكيل اليدوي. اما لو هو زغلول تعبان مش هيستجيب، مش هتستفاد منه حاجه، هتاكله على الفاضي وممكن يموت كمان وانت بتاكله. والزغاليل زي ما قلت لك الصغيره اللي علف ممكن يموتها لانه بيشرب ميه كتير. العلف يا جماعه للزغاليل الكبيره وللذبح بس مش للتربيه، عشان ما حدش يقول لي الزغاليل سمنت، عشان انت قلت، انا قلت من الاول انها للذبح بس مش للتربيه. هنعطي كل واحد الكميه اللي هو عايزها، واحده ونص اثنين واحده على حسب حجم الحصى لما تاخد. ده اظن ما خدش، ده اخد شويه، نزوده كمان ما شاء الله. وبعد تقريبا نص يوم كمان نبص عليهم تاني. اللي هضم نديناهم خميره طبعا فهيهضموا اسرع، والخميره كمان هتخليه يستفيد من الاكل اللي بياكله لان هتنشط البكتيريا النافعه. الخميره هتنشط البكتيريا النافعه وهتحسن الهضم. الفلاجيل اللي بنعطيه في اليوم الثامن والتاسع والعاشر بيقضي على البكتيريا النافعه والضاره، فاحنا عشان نرجع البكتيريا النافعه تاني بنعطي بعدها خميره. قبل ما نذبحهم هوزنهم كمان بعد الذبح. يا رب يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.